مرحبا بالجميع. انظروا، بيني يعطي دروسا في تعلم الكتابة الصينية. شاهدوه ببراعة، هذا رائع، بالفعل يبدو رائعا. أحسنت. الآن حان دوركم، لما لا تجربوا؟ حسنا، أحضروا القليل من الحبر. أوه، مسكين كتاكون. حاول مرة أخرى، هيا. هذا لا يبدو صحيحاً أيضاً. أوه كتاكون، حاول بجد. سوف أتحسن. أوه، ألم تتمكن من ذلك بعد؟ لنرى النتيجة الآن. رائع، هذا جيد جداً. ماذا عنك كتاكون؟ كتاكون، أين أنت؟ كيف هو الوضع لديك؟ انظر. أوه، إنها لوحة صينية وليست كتابة صينية، ولكنها تبدو جميلة جداً. بيني، انظر إلى ما فعله كتاكون. يبدو أنه بارع في الرسم أكثر من الكتابة. كل شخص بارع في شيء ما، أليس كذلك يا أصدقاء؟ لا تفقدوا الأمل إذا لم تكونوا بارعين في أمر ما، فكل شخص بارع في شيء مختلف، فبماذا أنتم بارعون؟ مرحبا كتاكون. مرحبا تايكو، هل هذه قسائم بوضة مجانية؟ لدي ثلاث قسائم، واحدة لك وواحدة لي والثالثة لي. ماذا عن بيني؟ ولكن بيني يأكل الكثير، أليس كذلك؟ إذن من يجب أن يدعى؟ ماذا عن غريس؟ غريس، ماذا؟ هل تعتقدون يا أصدقاء أن غريس لن تأكل الكثير؟ لا يجب أن تدعو غريس فقط لأنكم تظنون أنها لا تأكل الكثير. مرحبا غريس، هل تودين أن تأكل البوظة معنا؟ طبعا غريس كانت سعيدة لأنها تحب البوظة كثيرا. ها قد جاء بيني، أدعو بيني أيضا يا كتاكون. بيني؟ أوه غريس، ألم تكوني تريدين أن ترينا بعض الكعك الجديد الذي صنعته؟ مرحبا جميعا. ثلاثة من فضلك. من هنا؟ رائع، كل شيء يبدو لذيذا. لا تخجلي في الأكل يا غريس. طبعا لن تخجل غريس، إنها تأكل كثيرا. لقد قاربت على أن تنهي البوظة. وأنتم لماذا لا تأكلون؟ لأن غريس أكلت كل البوظة. المسكينة، إنها تحب البوظة كثيراً وتريد أن تأكل المزيد، وها قد أكلت ما تبقى من البوظة. مساكين. أيها الأطفال، ليس من الجيد أن تخفوا عن أصدقائكم شيئاً يمكنهم أن يشاركوكم فيه. مرحباً يا أصدقاء، هل تريدون شراء بعض الكعك؟ مرحباً كتاكون وبيني، هل تريدان تذوق كعكة الأناناس؟ ما رأيكما؟ لا بأس بها يا غريس. بل أنا متأكدة من ذلك، ولكن في اليوم التالي. مرحبا يا غريس، هل تنتظرين كتاكون وبيني؟ مرحبا يا أصدقاء. هناك كعكة أناناس جديدة، تذوقاها. بالطبع، إنها حلوة بعض الشيء. وفي اليوم التالي. مرحبا أصدقاء، إلى أين تذهبان؟ ها قد جاءت غريس، صنعت كعكة أناناس أخرى ولكنها ليست حلوة كثيرا، تذوقها. إنها جيدة ولكن تحتاج إلى المزيد من السكر. وفي اليوم التالي. مرحبا أصدقاء، مسكينة غريس، أتمنى أن تكون الكعكة جيدة هذه المرة. جاءت غريس من جديد، تذوق هذه الكعكة من فضلكما. إنها لذيذة.
أظن أنها لذيذة هذه المرة. شكراً للمساعدة يا أصدقاء. انتظري غريس، نريد المزيد منها. ولكنهما يريدان المزيد. إذا لم تنجحوا في إعداد أمر ما في المرة الأولى، استمروا بالمحاولة حتى تنجحوا، تماماً كما فعلت غريس. مرحباً يا أصدقاء، عما تتحدثون؟ ماذا تريدون أن تصبحوا عندما تكبرون؟ أريد أن أصبح رساماً بارعاً. أما بيني يريد أن يصبح مغنياً مشهوراً. بيني يريد أن يغني على مسرح كبير أمام جمهور كبير من الناس. وأنت دافي، ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ ماذا؟ تريد أن تصبح طياراً؟ واو، انظروا إلى دافي، حركة رائعة. هذا رائع دافي. ها قد جاء لوي، فسأل أصدقاءه ماذا يفعلون. أخبروه بأنهم يتحدثون عما يريدون أن يصبحوا عندما يكبرون، فسألوا لوي: ماذا عنك لوي؟ أخبرنا ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر. لكنه تأسف لأنه مشغول ويجب أن يذهب ليجمع المزيد من العسل، فودعهم. إلى اللقاء. وها قد أتى رومكو، أخبرهم بأن الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد كلام حتى يحققوا أحلامهم. أيها الصغار، عليكم أن تعملوا بجد حتى تحققوا أحلامكم، فلما لا تبدأوا بالعمل لتحقيقها من الآن؟ مرحباً كتكون، ماذا تريد أن تفعل؟ أريد أن أقوم بأمر رائع اليوم. هكذا سوف يتذكر الجميع كم أنا رائع. أوه، انظر كتكون، هذه الشجرة على وشك أن تسقط. يجب أن أساعد هذه الشجرة. ولكن هذا ليس أمراً في غاية الأهمية، عليك أن تجد أمراً آخر وأهم. كتكون، تبدو هذه بوضة لذيذة، ولكن لا ترمي الغلاف على الأرض. هذه ليست مشكلة كبيرة، سيقوم أحد ما بالتقاطها. ما الأمر كتكون؟ لم أفعل شيئاً جيداً اليوم. استيقظ كتكون، جاء بيني وتايكو. كتكون، هل سمعت أن تلك الشجرة الصغيرة في المتنزه قد ماتت؟ أوه حقا؟ استغرب كتكون، ألم يساعد أحد تلك الشجرة؟ وفي طريقه إلى هنا كان يتعثر بغلاف بوضة أحدهم. لقد ظننت أن هذه الأمور صغيرة، سيقوم أحد ما بفعلها. صغيرة؟ هذه الأمور ليست صغيرة أبداً، لا يوجد عمل جيد صغير يا كتكون. أيها الأطفال، قوموا دائماً بعمل الخير، وتذكروا أنه لا يوجد عمل جيد صغير الحجم. هذه ثقيلة جداً. مرحباً لوي. ما هذا؟ إنها لعبتي المفضلة وأريد أن أخذها إلى سوق بيع الأغراض المستعملة، ولكن أمامي طريق طويل، ماذا يجب أن أفعل؟ لماذا لا تأخذ قسطاً من الراحة؟ فكرة جيدة. لماذا لم تطلب مساعدتي؟ شكراً لوي. عفواً، هل خطر ببالك شيء لوي؟ لا، ليس بعد. أوه، أليس هذا تايكو؟ وكرة السلة. عودي إلى هنا، عودي. تايكو؟ مرحباً كتكون. تفعل؟
أنا آخذ هذه الكرة إلى التنزه. وأنت أيضاً ذاهب إلى هناك؟ نعم. شكراً لوي. يا إلهي، ماذا سنفعل الآن؟ هل هذا ثقيل جداً؟ لا أظن ذلك. كتكون، هل هذه الكرة صعبة علي؟ لا أبداً، ليس صعباً علي أن أحملها. رائع، هيا بنا إذن. فكرة رائعة يا لوي، يا لك من ذكي. إذا واجهت أكثر من مشكلة، ربما هناك طريقة لحلها كلها كما فعل لوي. يا إلهي، كتكون، هل حصلت على علامة سيئة مرة أخرى؟ مرحباً لوي. لا أظن أنك تريد أن ترى العلامة. يجب أن أذهب. إلى اللقاء. لماذا يحصل لوي على علامات كاملة في امتحاناته بسهولة؟ أريد أن أحصل على علامة كاملة أيضاً. ما سر لوي؟ مرحباً لوي، هل تستمتع بعصيرك؟ أوه كتكون، ماذا تفعل هنا؟ أتلحق بلوي؟ إذن لوي يشرب هذا العصير. يقول توماس شكراً لمجيئك. أو كتكون، ماذا تفعل هنا؟ يجب أن أكل البوظة أيضاً. لهذا السبب لوي ذكي جداً. يسأله توماس، أتريد بعض المثلجات؟ أجل، أريد كل النكهات. أوه عزيزي كتكون، أتظن أن لوي ذكي بسبب الصودا والمثلجات؟ يا إلهي، ما بك كتكون؟ أو لا، حصلت على علامة سيئة مرة أخرى. أو لوي، هل أخبرتني كيف تحصل على علامات كاملة باستمرار؟ عليكم الاجتهاد بالدراسة والانتباه في المدرسة. أتقصد أن ذلك ليس بسبب البوظة والمشروبات الغازية؟ أيها الصغار، إذا أردتم الحصول على علامات متفوقة مثل لوي، عليكم الاجتهاد بالدراسة والانتباه في المدرسة. صباح الخير لوي. لوي، لوي، أريدك أن تساعدني. لقد سقطت كرتي في حفرة ولا أستطيع إخراجها. إنها هنا. هل تستطيع أن تساعدني يا لوي؟ حقاً؟ هذا رائع! حسناً! واو! هذا رائع! لقد فهمت ما حصل الآن! إذا ملأت الحفرة بالماء، تطفو الكرة إلى الأعلى! لماذا لم أفكر بهذا؟ أنت ذكي جداً يا لوي. سأقوم بإخبار الجميع عن ذلك. إن لوي ذكي جداً. هذا صحيح. هل ستساعدنا يا لوي إذا وقعنا في مشكلة ما؟ أنا نحلة سعيدة. هيا. لوي، لوي، ماذا هناك تايكو؟ هناك مشكلة، هل يمكنك مساعدتي تايكو؟ لوي، لوي، ماذا هناك بني؟ هناك مشكلة، أريد مساعدتك. أوه لوي، أنت مشغول هذه الأيام بمساعدة الآخرين. مسكين لوي. صغاري، أطلب المساعدة فقط عند الحاجة إليها، وإلا سينزعج أصدقاؤكم من الطلبات المستمرة. شكراً لوي لأنك فكرت في هذا الحل الرائع لمشكلتي. ولكن أحياناً إذا اعتمدت على ذكائك فقط لن أتعلم أموراً جديدة. ولكن علينا أن نتعلم بعض الأمور. يبدو أن لوي أصبح فخوراً بنفسه. أضاف المعلم واجباً بيتياً إضافياً لهم.
لماذا يحلق طائر السنونو جنوباً في فصل الشتاء؟ عليهم إحضار الإجابة غداً. لنذهب إلى المكتبة يا لوي. مرحباً كتكون، هل تبحث عن حل الواجب البيتي؟ كتكون، ماذا تفعل الآن؟ أوه، إنك تدرس عن الطيور. أوه لوي، لماذا تلعب الآن بدلاً من أن تقوم بالواجب؟ في اليوم التالي، سأل الأستاذ عن الإجابة. جوابك خطأ، هذا لأن الجو يكون دافئاً هناك. فأجاب الأستاذ: إنها إجابة صحيحة كتكون، يجب عليك أن تجتهد في واجبك يا لوي. فأجاب الأستاذ: هذا صحيح لوي، لا يكتمل الذكاء بدون الاجتهاد والمثابرة، فحتى لو كنتم أذكياء تبقى الدراسة ضرورية. انظر لوي، ها قد أتى الأستاذ رولاند. يقول الأستاذ: حسناً لوي، أنت ذكي، أيمكنك التركيز في شيء ما؟ فكر معي. كتكون عليه أن يلعب بألعاب الفيديو، سأعطيه تهجئة لعبة. أجل، إنها رائعة، لقد تعلمت الكثير من الكلمات اليوم. بيني يحب الطعام، عليه أن يستخدم هذا بالرسوم الدراسية. تايكو يحب الاستماع إلى الموسيقى، ربما يمكن استخدام هذه بالرسوم الدراسية. ها قد أتى الأستاذ وسيتأكد من علامات الصف. يجيب الأستاذ: أحسنتم بكثير، الجميع يتحسن بأعمالهم المدرسية، شكرا لكم. ولكن العلامات تراجعت. من الرائع مساعدة الأصدقاء في الدراسة من خلال إعطائهم بعض الملاحظات، ولكن لا تنسوا أنفسكم. أهلاً وفي، أينك تكون؟ أنا هنا. أوه وفي، لا تأكل هذه، إنها لك تكون. لقد أتى مع بعض حبات الإجاز. أين عصيري؟ هل تركته في المطبخ؟ أنا أنسى الأشياء أحياناً. أوه، وفي، حتى الإجاز. أين ذهب الإجاز؟ هل أكلته يا وفي؟ أجب، هل أكلته؟ إذن أين ذهب؟ وفي، إذن أنت من أكل الإجاز. أنت كلب مشاغب، سأضع هذا عالياً، هكذا لن تستطيع أن تأكله. لا مزيد من أكل طعامي يا وفي. أوه وفي، إنه فعلاً يريد الكعكة، تبدو فعلاً لذيذة. انظرا، حتى أوكي يريد القليل. رائع، كعكتك بقيت هناك تكون، لا يمكنك الاقتراب منها، أليس كذلك وفي؟ أحدهم أكل قطمة من كعكتي، مؤكد أنت من فعل هذا يا وفي، لست أنت؟ إذن من؟ أوكي، هذا أنت، هناك كريمة على فمك. كونوا متفاهمين أكثر مع حيواناتكم الأليفة، ليست جميعها طبعاً. مرحباً كتكون، إلى ماذا تنظر؟ واو،
ما أجمل شاطئ البحر. أوكي، أنت أيضاً تحب شكل الشاطئ؟ حان وقت النوم، عليك الذهاب أيضاً إلى النوم أوكي. سأخذك إلى الشاطئ غداً. تصبح على خير. تصبح على خير أوكي، أحلام سعيدة. أوكي، أتحلم بأنك تسبح في الشاطئ؟ تبدو بأنك مستمتع. يا إلهي، من أين أتت هذه السمكة الفخمة؟ لا تبدو لطيفة. أهرب أوكي. لا، أوكي المسكين. أوكي، استيقظ، سنذهب إلى الشاطئ الآن. ماذا؟ ألا تريد أن تذهب؟ ولكنك أردت ذلك البارحة. ماذا حصل لك يا أوكي؟ لحظة، لقد فهمت الأمر. مرحبا أوكي، لدي صورة للبحر. أكيد أوكي يبدو سعيدا. يا إلهي، أليست هذه السمكة الفخمة التي رأيتها في حلمك؟ الحيوانات الأليفة تشعر بالخوف من الكائنات المشابهة لنا، من الضروري أن نضع أنفسنا في أماكنها بعض الأحيان. كتكون 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 أينما تحل أينما تكون أينما تحل أينما تكون صديقا وفيا علما ذوق أدب الفنون أدب الفنون أدب الفنون أدب الفنون كتكون 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 أتعلم منك كل مفيد وأنت صديقا وأنت